تقولي نزلت في معارض كتير، ايه المعارض اهم المعارض مثلا اللي شاركت فيها، وايه كمان الحاجات اللي انت بتتطلعي انك تشاركي فيها ان شاء الله؟ تراثنا تمام، ديارنا صراحة عاملين مجهود جامد جدا، يعني تقريبا كل شهرين او شهر بيبقى في معرض عندنا. المحافظات كلها، احنا فكرة بنسافر الاقصر، كنا في الغردقة، معارض اسكندرية، القاهرة كتير ما شاء الله يعني. ف يعني المعارض بتخلينا الناس شفنا كتير، بالذات مش 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 لازم السترينج ارت كمان، يعني الحرف اليدويه في المعارض تحفه. يعني ده من معرض ديارنا، انا اول مره اكتشف ان النكلس ممكن تبقى سبحه وتبقى في نفس الوقت كلاسيك. برضو انا اشتريتهم من معرض ديارنا، انا نفسي بقت المصريين الديزاينرز بقوا بيعملوا حاجات ايوه بجد مبهره. صح صح صح, صح. يعني بدل ما ابقى ماسكه السبحه في ايديا ممكن ابقى لابساها وشويه اسبح بيها. طب ده ياخدنا لنقطه مهمه جدا، وهي فكره الافكار اللي بره الصندوق اللي ممكن الانسان يكون، يعني انت بتقولي ان الموضوع جه وليد الصدفه، مجرد ان شفت حته انا عايز اشغلها فتعلمت حاجه مختلفه. صح. انت شايفه مثلا ايه اللي ممكن يتعلمه الشباب بالفتره دي في ان هم يعملوا حاجه زي اللي انت بتعمليها؟ مش لازم نفس الفن ولكن ممكن فنون ثانيه مختلفه. والله هو في افكار كتير، بس هي عايزه يعني ايه حد ينميها. فيعني انا مثلا من مكاني هنا ممكن ان هم يتوجهوا للوزارات ان هم ينموها. في ناس مثلا مكسله انها تشتغل، طب انا عندي موهبه ممكن انا استغلها او يبقى فيها تنميه من خلال الوزارات. بصراحه الوزارات كلها بتعمل معارض حلوه جدا للشباب، فان انا ممكن انميها، اشوف انا استغل ايه عندي وهيظهر، صدقوني هيظهر للناس بجد يعني. طب قولي لي اللوحه الفكره بتجيلك ازاي؟ يعني تقرري هي بتيجي لوحدها كده؟ طب بتاخد وقت قد ايه؟ في تابلو عندي من التابلوهات اخذ مني اسبوعين دق مسامير بس. ايه؟ كان عشان ادق المسامير بتاعته قعد اسبوعين. اسبوعين؟ اسبوعين؟ بدق المسامير بس؟ لان قبل ما تبداي في الخيوط خالص، كان كنت بعمل ديزاين لمسجد الاموي وكلمه رمضان كريم، ده كان موجود السنه اللي فاتت في ديارنا. اوكي نورتينا، ميرسي جدا لزوك، ميرسي جدا. شرفتينا، وانا مبسوط جدا من الحاجات اللي هي يعني احنا بنعمل من لا شيء شيء، يعني بنحاول ان احنا نخلي الامر جميل باقل الامكانيات الممكنه. ان شاء الله باذن الله تكوني معانا، موجوده معانا في لقاءات ثانيه كتير. استاذه شيماء حسن زهران متخصصه في فن السترينج ارت، نورتينا وشرفتينا، ان شاء الله مش هيكون اخر لقاء لينا ان شاء الله.